تضارس المجلس ووافق على مشروعي قانوني، الأول 47/19 ملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، والذي اعتمد بالملايو بغينيا الاستوائية في 27 يونيو 2014، وقد جاء هذا البروتوكول تنفيذا لمقتضيات المادتين 15 و17 من الميثاق التأسيسي التي يتم بموجبها إنشاء برلمان إفريقي كجهاز للاتحاد الإفريقي. تكون تشكيلته وصلاحياته وسلطاته وكيفية تنظيمه محددة في بروتوكول، ويحق بموجب هذا البروتوكول الانتخاب 5 أعضاء، مثلا البرلمان المغربي 5 أعضاء في البرلمان الإفريقي من غير أعضاء برلمانها الوطني لمدة 5 سنوات، وسيتم التوقيع والمصادقة على هذا البروتوكول طبقا لمختلف الإجراءات الدستورية، وستودع وثائق تصديق أو انضمام لدى رئيس المفوضية، وستبدي المملكة المغربية عند مصادقتها على هذا البروتوكول نفس الإعلان التفسيري الذي أبدته لدى توقيعها على اتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، والآتي نصه: إن توقيع المملكة المغربية على البروتوكول الملحق بالميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي لا يمكن أن يفهم أو يؤول بأي حال من الأحوال كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية أو الوطنية.